قامت بعثة من وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي برئاسة المدير العام النائب بخيت يوسف إدريس بزيارة لمدينة جوز بيضة حاضرة إقليم سلا، وذلك بهدف توعية سكان المنطقة حول أهمية التسجيل في سجل الأحوال المدنية. أحمد خميس جمعة. إن سجل الأحوال المدنية يعد من أهم أولويات السلطات العليا في البلاد، ولأهمية هذه السجلات فقد أبرمت وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي اتفاقية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لأجل توفير سجل الأحوال المدنية في مناطق إيواء اللاجئين. هذا وإن البعثة التي يقودها بخيت يوسف إدريس تدخل في هذا الإطار، ولأجل توصيل الرسالة فقد عقدت البعثة جلسات عمل مع السلطات العسكرية والمدنية والتقليدية. بهذه المناسبة تحدث المدرب رمضان جاسية مشيرا إلى أهمية الوثائق والسجلات المدنية لأي دولة تأمل في التقدم والرقي، بينما المدير العام النائب لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي بخيت يوسف إدريس فقد أوضح بأن البعثة ستقوم بتنظيم دورة تدريبية لصالح السلطات المعنية بأمر التسجيل بغية تسهيل المهمة. أما حاكم إقليم سلة رمضان إردبو فقد حيا مبادرة الوزارة وطلب من السكان الإسراع في تسجيل أطفالهم منذ الولادة، الأمر الذي يساعد البلاد والمنطقة في تنفيذ برامجها بسهولة لصالح التنمية. يذكر بأن المداخلات التي طرحت في الجلسة أخذت بعين الاعتبار. ترأس منسق برنامج بث التابع لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عثمان محمد صالح الأنشطة التي نظمها البرنامج بمدينة ماسينية حضرة شري بقرمي. ثريا محمد. مواصلة لنشاطات وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج البيطري، برنامج توسيع البنية التحتية للأعمال البيطرية الريفي نظم ورشة تدريبية لمراكز الخدمات البيطرية وتشميل باشيروما وكاراسكا بإقليم شاري باقرمي وذلك بمدينة ماسينياء. بعد كلمة الترحيب من قبل المندوب التنمية الإقليمي منسق البرنامج عثمان محمد صالح تطرق إلى الهدف من إقامة برنامج بيرت، علما بأن هذا البرنامج يشمل 11 إقليما بالبلاد. نحن كمشروع بيرت نخدمه في ميدان البنى التحتية الريفية والرئوية، عشان ده لقينا تمويل من البنك الإفريقي للتنمية كما قولوا مشروع بنادو بيرت، وهسه عندنا 5 سنوات والمولين يكون تقريبا 8 مليار هنا فرانك سيفار. من التمويلات ده ان شاء الله نبنوا بيار ونبنوا رهود عن البهايم ونخدموا في المراحل. أما حاكم الإقليم أمبور جورجي مايدو فقد أشاد بالأعمال البيطرية العديدة التي يقدمها البرنامج بإقليم شاري باقرمي أملا في تطوير المنطقة وتقدمها، وهذا بدوره يعتبر تحقيقا لرغبات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فيما يختص بتطوير الريف وإزدهاره. كما شكر البنك العالمي للتنمية على نفقاته المالية لجميع الخدمات البيطرية بالأقاليم سابقة الذكر، وأدخرج المنتدون بتوصيات ومطالب تدخل في صميم تطوير الأعمال البيطرية. مثل مدير مكتب حاكم إقليم نادي الشرق يوسف آدم محمد مثل حاكم الإقليم في مناسبة الانطلاقة الرسمية لأعمال الحملة المحلية لمكافحة انتشار مرض التراكم. عباس بكر مصطفى. للحد من انتشار أمراض العيون المعروفة بالتراكوما التي وصلت نسبة المصابين بها إلى 8% حسب آخر التقرير الصحي بإقليم نادي الشرق، لذا جاء تنظيم هذه الحملة من قبل المسؤولين الصحيين إلى جانب الشيوخ التقليديين بالمنطقة، وذلك بهدف توعية السكان ووضع خطط واستراتيجيات لانعدام انتشار هذا الداء. مدير مكتب حاكم إقليم نادي الشرق يوسف آدم محمد ممثلا للحاكم تحدث عن مخاطر هذا المرض وطلب من الجميع تضافر الجهود والتوعية المستمرة للتقليل من انتشاره. المندوب الصحي بإقليم نادي الشرق أوضح بأن هذه الحملة ضرورية تتماشى مع سياسة الحكومة لمكافحة مثل هذه الأمراض، ونعيد إلى الأذهان بأن الحملة ستستمر لمدة 5 أيام بإقليم نادي الشرق.